بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم أما بعد، إن شاء الله بدنا ناخذ الآن لتريتمنت اوف سكيزوفرينيا. في أنا عندي تيبيكال أنتي سايكوتيك، وفي أنا عندي الأتيبيكال أنتي سايكوتيك. بداية السكيزوفرينيا، في أنا عندي البوزيتيف سيمتوم والنيجاتيف سيمتوم. البوزيتيف سيمتوم زيادة الدوبامين في الميزوليمبيك، في الميزوليمبيك. يا اخوانا بس قبل ما بلش في الأدوية، لو احنا بدنا نشوف هاي ال هلقيتي، في انا عندي يا اخواننا هنا ميزوليمبيك، وفي انا عندي انفانديبيولام، وفي انا عندي النايجروسترياتال، يعني السبستانشيا نايجرا مع الاسترياتام النايجروسترياتال باث واي، وفي انا عندي الميزوليمبيك، وفي انا عندي الميزوكورتيك. الميزوكورتيك زي البري فرونتال، اللي هم زي مثلا الدورسو لاترال بري فرونتال كورتكس والفنتروميديال بري فرونتال كورتكس. اعيد، الان زياده الدوبامين، زياده الدوبامين في الميزوليمبيك بيعمل لي البوزيتيف سيمتوم، نقصان الدوبامين في الميزوكورتيك بيعمل لي النيجاتيف سيمتوم والكوجنيتيف سيمتوم تمام. الكوجنيتيف سيمتوم خاصه الدورسو لاترال بري فرونتال كورتكس من ضمن الميزوكورتيك. الافكتيف سيمتوم، احنا قلنا ايش يعني افكتيف، عارفينها. الافكتيف سيمتوم في الفنتروم، في الفنتروميديال ابري فرونتك، يعني الدورسو لاترال الكوجنيتيف، الفنتروميديال الافكتيف، تمام. وانا عندي ايش كمان النيجاتيف سيمتوم. اذا الكوجنيتيف والافكتيف والنيجاتيف في الميزوكورتيك نقصان الدوبامين. برضو في التيوبيولو انتم انفانديبيولام، التيوبيولو انفانديبيولام هو باث واي بتوين الهايبوثالاموس والانتيريور بتويتري جلاند. الهايبوثالاموس بتفرز الدوبامين عشان يروح على الانتيريور بتويتري جلاند يقلل من افراز البرولاكتين. فلما في التيوبيولو انفانديبيولام الدوبامين يكون قليل، وبالتالي افراز البرولاكتين راح يكون عالي. اعيد، الهايبوثالاموس بتفرز الدوبامين عشان يروح على الانتيريور بيتويتري يقلل من افراز البرولاكتين. فلما يكون الدوبامين قليل، اذا افراز البرولاكتين حيكون عالي. طب لما يكون انا عندي افراز البرولاكتين عالي، بيكون عند هذا الشخص سيكشوال ديسفانكشن، بيكون عنده امبوتنس، بيكون عنده انفيرتيليتي، بيكون عنده اذا كان فيميل بيكون عندها امينوريا، اذا كان ميل بيكون عنده جالاكتوريا. ايضا في النايجروسترياتال، نقصان الدوبامين في النايجروسترياتال بيعمل لي الباركنسون ديسيز. ما هي اعراض الباركنسون ديسيز؟ تريمور، ديستونيا، إبراديكاينيجيا بطء في الحركة، مصل ريجيديتي، هذه أعراض الباركنسون. لكن زيادة الدوبامين بشكل مفرط في النايجروسترياتال باثوي يؤدي إلى التكس. إيش يعني تكس؟ تكس يعني الربد، انفولنتري موفمنت في المصل، تمام؟ طيب الآن الحين أدوية الانتي سايكوتيك بيقسموها لقسمين. القسم الاول التيبيكال
والجسم الثاني الاتيبيكال. التيبيكال بتعمل بلوك للدوبامين، فبتروح تعمل بلوك للدوبامين في الميزوليمبيك، فبتعمل ديكريز في البوزيتيف سيمتوم، لكن ايضا بتعمل بلوك للدوبامين في الميزو كورتيك، فبتعمل ديتيريوريشن للكوجنيتيف سيمتوم، ديتيريوريشن للنيجاتيف سيمتوم، ديتيريوريشن للافكتيف سيمتوم. هذا من السايد افكت. بتعمل بلوك للدوبامين في الانفانتيبولم، فبتزود من البرولاكتين، فبصير انا عندي سيكشوال ديسفانكشن. ايضا التيبيكال انتي سايكوتيك هي اول ادويه تم صناعتها از انتي سايكوتيك، برضو بتعمل بلوك للمسكارينيك ريسبتور، بلوك للهيستامين، بلوك للالفا ريسبتور. بلوك للهيستامين اذا سيديشن وبضل المريض نايم، بلوك للمسكارينيك ريسبتور يعني بيصير عند هذا المريض مشاكل في مثلا بيصير عنده كونستيبيشن، يوريناري ريتينشن، بليرد فيجن، كارديوفاسكولار ديسيز لانها بتلعب في الهارت ريت، لانها دراي ماوث، دراي في السكريشن، دراي في السلايفيشن. بلوك للالفا ريسبتور بتعمل لي مثلا بوستشار هايبوتينشن، بوستشار هايبوتينشن. التيبيكال انتي سايكوتيك من قسمه الى لو بوتنسي، ميديوم بوتنسي، وهاي بوتنسي. اللو بوتنسي هو لو افكت للدوبامين ريسبتور، لكن له هاير افكت للمسكارينيك والهيستامين والالفا ريسبتور. يا اخواننا في مريض السكيزوفرينيا انا ليش اروح العب في الالفا ريسبتور؟ انا ليش اروح العب في المسكارينيك ريسبتور؟ انا ليش اروح العب في الهيستامين؟ فهذا كله يا اخواننا من السايد افكت. فاللوبوتنسي الهم لوبوتنسي للدوبامين، لكن بنفس الوقت الهم هاي بوتنسي للاذر ريسبتور، فالهم سيفير سايد افكت. إلهم لو بوتنسي للدوبامين إذا مش راح يحسنوا البوزيتيف سيمتوم كتير. إلهم هاي بوتنسي للمسكرين إذا دراي ماوث، يوريناري ريتينشن، إبلارد فيجن، كونستيبيشن. إلو هاي أفينيتي على الهيستامين إذا سيديشن، والألفا ريسبتور إذا هيكون بوستشر هايبوتينشن. هلقيت بما انهم لو بوتنسي للدوبامين اذا مش راح يعملوا لي بشكل عنيف الاكسترا بايوراميدال سايد افكت اللي حندرسها ان شاء الله. الميديوم بوتنسي طبعا اللو بوتنسي كلور برومازين والثايو ريدازين، الكلور برومازين والثايو ريدازين. تمام. اذا الميديوم بوتنسي إلهم ميديوم بوتنسي في الدوبامين بلوك وفي المسكرين والهيستامين والألفا بلوك، فإلهم السايد إفكت تبعت الدوبامين بلوك والسايد إفكت تبعت المسكرينك والهيستامين والألفا بلوك. من أشهر السايد إفكت تبعت الدوبامين بلوك الإكسترا بايراميدال سايد إفكت. الميديوم بوتنسي زي اللوكزابين والبير فينازين، واللوكزابين. الهاي بوتنسي الهم هاي افينيتي على الدوبامين، وبالتالي هاي افكتيف في ريديوست البوزيتيف سيمتوم، والهم لوس بوتنسي على الهيستامين والمسكرين فليس سايد افكت. لكن ايه عشان الهم هاي افينيتي على الدوبامين اذا مور لايكلي يصير عندهم اكسترا بايراميدال سايد افكت. من اشهر الهاي بوتنسي الهالوبريدول والفلوفينازين، بس احنا خلينا نحفظ الهالوبريدول كويس. تمام. بما انهم بيعملوا بلوك
للدوبامين، اذا بصير انا عندي هايبر برولاكتينيميا. الكلور برومازين ممكن يكون له فوتو سنسيتيفيتي، عشان كده لما تقول لما المريض ياخذ الكلور برومازين بقول له خليك ساعتين ما تطلعش على الشمس. هذول الادويه التيبيكال انتي سايكوتيك بنعطيهم لمريض بوزيتيف سيمتوم للتشيزوفرينيا، وليس النيجاتيف سيمتوم، وليس النيجاتيف سيمتوم، لانه هذول المريض بيعملوا ديتيريوريشن للنيجاتيف. هلقيت يا اخوانا مريض للتشيزوفرينيا ممكن يجي لك بوزيتيف سيمتوم وممكن يجي لك بنيجاتيف سيمتوم. لو اجالك بوزيتيف سيمتوم اعطي له التيبيكال انتي سايكوتيك، لكن لو اجالك بنيجاتيف سيمتوم ارجوك تعطوهوش التيبيكال انتي سايكوتيك. لو اجالك بنيجاتيف سيمتوم، لانه هدول ما هو ايش يعني نيجاتيف سيمتوم؟ النيجاتيف سيمتوم هو انه الدوبامين في الميزو كورتيك بيكون قليل، فانت تروح تعطي له دواء بتعمل بلوك للدوبامين. يا اخوانا لما انا بقول لك تيبيكال انتي سايكوتيك يعني هذه الادويه بتعمل بلوك للدوبامين، بلوك للهستامين، بلوك للمسكرين، وبلوك للالفا ريسبتور. اذا كان هذا الدواء هاي بوتنسي، اذا له هاي بوتنسي بلوك للدوبامين وبلوك للالفا ريسبتور. اذا كان له لو بوتنسي، اذا حيكون لو بوتنسي بلوك للدوبامين. تمام، هلقيت المريض عنده نيجاتيف سيمتوم يعني الدوبامين قليل في الميزوكورتيك، اروح اعطي له تيبيكال انتي سايكوتيك يا اخوانا اجرام ممنوع. طيب لو واحد يا اخوانا عنده اجيتي، هرجيتي احنا قلنا الديليريوم عباره عن ايش؟ عباره عن بوزيتيف سيمتوم. يعني لو مريض عنده ديليريوم ديسوردر، وعرفنا ايش يعني ديليريوم ديسوردر، مريض عنده delirium disorder بقدر اعطيله يا اخواننا ايش هذه الادوية. تمام، طيب ايضا يا اخواننا لو المريض agitation او aggressive يعني عدواني، او في الاكيوت مانيك ديسوردر، في الاكيوت مانيك ديسوردر في الباي بولر برضو لاخواننا الهالوبيريدول ممكن اعطيه في مرضى اللي عندهم توريت سيندروم. طب ايش يعني توريت سيندروم؟ التوريت سيندروم انه هذا بيصيب التشيلدرن، بيصيب التشيلدرن، بيكون عندهم كومباينيشن من يعني بيكون عندهم مرضين، اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديسوردر و اوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر، يعني الاي دي اتش دي والاو سي دي، هذول مع بعض بنسميهم توريت سيندروم. يا اخواننا في التوريت سيندروم بيكون عندهم حاجه بنسميها التكس، التكس رابيد سادن انفولنتري انترميتنت نون ريثميك موفمنت او فوكاليزيشن، يعني بتلاقيه يا اخوانا بطلع اصوات غريبه فجاه بشكل غير منتظم، يعني كل دقيقه كل عشر دقائق يعني طلع صوت، بعد خمس دقائق طلع كمان صوت، بعد ثلاث دقائق طلع كمان صوت، بعد عشر دقائق طلع كمان صوت، وبيكون انفولنتري، او ممكن يحرك ايده حركات عشوائيه، او ممكن يحرك وجهه، او ممكن يحرك كتافه، او ممكن يحرك راسه، او ممكن تلاقيه نطنط، او ممكن تلاقيه بضله يعيد حاجه بنسميها باليليا او ايكولاليا. في حاجه اخوانا يا اخوانا طلوا علي معلش، بس خلينا نشوف التوريت سيندروم. التوريت سيندروم بقول لك بيكون عند هذا الشخص شغلتين، الاو سي دي والاي دي اتش دي، الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديسوردر او الاوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر. تمام، طيب بيكون عنده يا اخواننا حاجه بنسميها التكس. ايش يعني التكس؟ التكس هي رابد وصدن اما في الموتور او في الاصوات، ففي حاجه بنسميها الفوكال تكس،
الفوكال تيكس ممكن يا اخوانا ما يتكلمش بالمرة. الفوكال تيكس ممكن ما يتكلمش من مرة فمنسميها كبرو لاليا. كبرو لاليا ما يتكلمش بالمرة. او ممكن يا اخوانا يتكلم الشغلات اللي انت بتحكيها فمنسميها ايكو لاليا. يعني انت تقول للمريض كيف حالك يقول لك كيف حالك، ايش اسمك يجاوبك ايش اسمك، ايش اخبارك يجاوبك ايش اخبارك. فالمقصد انه يعمل ريبيتيتيف للكلمات اللي انت بتحكيها. طيب وفي برضو منسميها بالي لاليا، انه يعيد كلمات هو نفسه. يعني كيف إيه؟ كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ الحمد لله. وين رحت؟ الحمد لله. وين اجيت؟ الحمد لله. وين ابوك؟ الحمد لله. يعيد كلمات هو نفسه اللي بيختارها، بس هذا يا اخوانا بشكل انفولنتري. ممكن تلاقيه يحرك شفايفه، يعني يطلع شفايفه لبرا كده بشكل انفولنت. طب في حاجة بنسميها الموتور تيكس، بتلاقيه مثلا بنطنط بشكل انفولنتري، بيدور ايديه، بيلعب في ايديه، بيحرك راسه بشكل انفولنت. هذا يا اخواننا بيكون في التشيلدرن، ممكن نعطيله من ضمن العلاجات الهالوبريدول. وايضا يا اخواننا من ضمن العلاجات بنعطيله يا اخواننا دواء بنعطيله الفا بلوكر زي الكلونيدين والكوان فاسين. ما علينا كتير، المهم كونتر انديكيشن لهذه التيبيكال انتي سايكوتيك لو مريض ليفر، لانه هذه التيبيكال انتي سايكوتيك بيصير لها متابولايزد في الليفر. لو مريض عنده باركنسون، لانه هذه التيبيكال بتعمل بلوك للدوبامين في النايجروس ترياتل، وبالتالي بتعمل باركنسونيزم. فكيف لو مريض باركنسون؟ لو مريض عنده سيفير كاردياك ديسيز، لانه هذا الدواء بتعمل بلوك للمسكرين، والمسكرينك ريسبتور موجوده في الهارت فبتدمر اكثر واكثر. نيجي على الاكسترا بايراميدال سايد افكت، ايش معناتها؟ بدايه الاكسترا بايراميدال سيستم ايش وظيفته؟ بدايه الاكسترا بايراميدال سيستم هو موجود في البيزل جانجليا، يعني في النايجروس ترياتال باثوي. في البيزل جانجليا هو بيعمل كوردينيت للموفمنت والبوتشر، يعني لما انت تمشي بنظم حركات المشي، لما انت تقعد بنظم حركات القعدة. كيف يعني؟ قلت لما انا بدي اقعد على الكرسي، بقعد على الكرسي رجلي بمدهم لتحت وظهري بمده على الكرسي، يعني في قعدة معينة. اللي بيعمل كنترول لهذه القعدة لما انت تقف، اللي بيعمل كنترول لهذه الوقفة الاكسترا بايراميدال سيستم. لما يكون انا عندي امبالانس بتوين الدوبامين والاسيتايل كولين في البيزل جانجليا، فالاسيتايل كولين بيزيد والدوبامين بيقل، فبيعمل لي اكسترا بايراميدال سايد افكت. اكسترا بايراميدال سايد افكت، اذا الاسيتايل كولين زاد والدوبامين بيقل. كمنطق التيبيكال انتي سايكوتيك، اللوبوتنسي ولا الهايبوتنسي اللي بتعمل اكسترا بايراميدال سايد افكت مور ريسكي؟ بالضبط الهايبوتنسي، لانه انا قلت لك الهايبوتنسي هي بتكون هايبوتنسي للدوبامين لكن لوبوتنسي للمسكرين، فبتعمل بشكل عنيف بلوك للدوبامين وبشكل ليس بعنيف بلوك للمسكرين، فبيكون البلوك للدوبامين قوي جدا، فممكن يعمل لي اكسترا بايراميدال سايد افكت. لكن اللوبوتنسي الها لوبوتنسي للدوبامين لكن هايبوتنسي للمسكرين، فبتعمل بلوك للمسكرين بشكل قوي، فبيكون الاكسترا بايراميدال سايد افكت ليس ريسكي في اللوبوتنسي زي الكلور برومازين والثيوريدازين.
والثيوريدازين. تمام؟ طيب. طب ايش هي اعراض الاكسترا بايراميدال سايد افكت؟ في حاجه بنسميها الاكيوت ديستون. طبعا انا قلت لكم الاكسترا بايراميدال سيستم من وظيفته ينظم حركات العضلات. يعني يا اخواننا لقيت لما انت بتمشي، انت بتمشي بطريقه منظمه يعني كنترولد، وانت والبوتشر، ففي حاجه بنسميها اكيوت ديستونيا ريفيرسابل انفولنتري للمصل كونتراكشن، وبالتالي بيصير انا عندي ابنورمال بوتشر للفيس والنيك. تمام؟ يعني انت الاصل لما تكون قاعد يكون وضع راسك بوضعية معينة، لكن هنا في الأكيوت ديستونيا بتلاقي راسك ملووح ورقبتك ملووحة مطعوجة. هذه انفولنتري، وهذه في الغالب يا اخواننا بتصير مع المريض لما بياخد الدواء بعد بأكم من يوم لما ياخد الدواء، فهي في حالة أكيوت كونديشن، بعد ما ياخد الدواء بأكم من يوم وبعد كده بتروح، وهي ريفيرسابل لكن انفولنتري واكيوت كونديشن، يعني بعد ما ياخذ الدواء. لكن التارديف ديسكاينيجيا هي ايريفيرسابل، وهي بتكون بعد ما ياخذ الدواء بشكل طويل بشكل كرونيك، يعني بعد سنوات من اخذ الدواء بتصير التارديف ديسكاينيجيا، فعشان كده ايريفيرسابل. هي ريبيتيتيف انفولنتري موفمنت في الفيس، في التانج، في الليمبس، في الاكستريميتي. فتطلع هنا يا اخواننا في التارديف ديسكاينيجيا بتلاقيه دائما برمش، الترانك تبعه مايل، البلفك تبعه مايل، الايد تبعته ربط انفولنتري في اللين، بتلاقيه فجأة بيرفع ايده لفوق، لو انت جنبه ممكن يلطخك كف فجأة ربط انفولنتري، بتلاقيه بحرك اللمب بشكل فجأة بشكل عشوائي، بطعج فمه، بطلع لسانه لبرا، بطعج رقبته ربد انفولنتري. طيب عشان اقلل من التارديف ديسكاينيجيا بعطي للمريض يا اخواننا الفال بينازين. الفال بينازين بيقلل التارديف ديسكاينيجيا. الفال بينازين هي هو عبارة عن مونو امينو ترانسبورتر انهيبيتور، فيزيكولار مونو امينو ترانسبورتر انهيبيتور الفال بين، احفظوها يا اخواننا الفال بينازين. ما علينا كتير، في حاجة بنسميها الاكاثيزيا ريستلسنس، بيحس المريض حاله مش، لما يكون المريض في حالة سكون بحس حاله مش مرتاح، بده يحرك ايديه، بده يحرك رجليه، فبتلاقي وهو قاعد بحرك رجليه بضله يهز في رجليه، بضله يهز في ايديه. هذا عارفين وين بيشوفها المريض؟ لما بده يجي يتمطط ونام بيعرفش ينام، لازم يضله يحرك رجليه. الاكاثيزيا، شايفين كيف الاكاثيزيا؟ بحس حاله restlessness irritability، بيكون ما بيقدر يكون في وضع الريست، ولازم urge to move. طب من علاج الاكسترا والباركنسونيزم، قلناها الباركنسونيزم، من علاج الاكسترا بايراميدال قلل الدوز، اعمل سويتش للدراج، بدل ما كان ياخذ تيبيكال خليه ياخذ اتيبيكال. تمام. طب الاكسترا بايراميدال سايد افكت ليش كانت تصير؟ كانت تصير في الغالب في الهاي بوتنسي، في الهاي بوتنسي،
فعشان أقلل حدوث الإكسترا بيراميدال، بدل ما تخليها هايبوتنسي خليها لوبوتنسي. يعني بدل ما كان هالوبوريدول أو ثيوفينوليت خليها يا سيدي كلوربرومازين أو ثيوريدازين. تمام؟ طيب، أو يا أخوانا أنا إيش قلت لكم الإكسترا بيراميدال سايد إفكت؟ إنه الأسيتايل كولين بيكون عالي والدوبامين بيكون قليل، فأنت أعطي دواء أنتيكولينيرجيك زي البنزتروبين والترايهكسيفينايدل. بس المشهور أكتر البنزتروبين. البنزتروبين ممكن نستخدمه في الباركنسونيزم أو في السودو باركنسونيزم. السودو باركنسونيزم هي أعراض الباركنسون، لكن المريض ما بيكون عنده باركنسون، إنما بتكون عنده هذه الأعراض نتيجة دواء معين مثلا. لكن الباركنسونيزم المريض بيكون مريض باركنسون ديسيز. لكن السودو باركنسونيزم هي نفس أعراض الباركنسون، لكن المريض ما بيكون عنده باركنسون، إنما ظهرت عنده الأعراض لسبب معين، لدواء معين مثلا. لتراي هيكسي في نايدل بنستخدمه يا أخواننا as antispasmodic لمريض مثلا عنده كوليكي بين، فممكن تعطيله لتراي هيكسي في نايدل. تمام. ممكن يا أخواننا برضو أعطي للمريض عشان عنده أكاثيزيا، فعنده restlessness، فبيحس حاله مش مرتاح، فممكن تعطيله بيتا بلوكر. أصلا يا أخواننا بدك تعرف شغلة، البيتا أغونست بتعمل تريمور وبتعمل restlessness. البيتا أغونست زي إيش؟ البيتا أغونست السالبيوتيرول، الألبيوتيرول، الفورميوتيرول. تمام. البيتا أغونست، فأنت أعطي بيتا بلوكر. طيب، عشان اعمل ريليف للانكزايتي والريستلسنس برضو ممكن اعطي بنزوتروبين. بس عشان يا اخواننا البنزوتروبين ممكن المريض يكون له ادكشن للبنزوتروبين، فعشان كده يا اخواننا ممكن البنزوتروبين فقط وفقط في الشورت تيم بعطيله از ا شورت تيم فقط. الفال بينازين عشان اعمل بريفنشن او اقلل السيفيريتي تبعت التاردف ديسكاينيجيا، لكن هي ما بتعمل كيورابل، لانه التاردف ديسكاينيجيا نون كيورابل ايريفرسبل، فممكن اعطي له الفال بينازين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سكند جينيريشن انتي سايكوتيك. عشان يا اخواننا السايد افكت العنيفه اللي كانت تيجي من التيبيكال، هو صحيح صراحة يا إخواننا كان المريض يصير نون أديرنت. يعني تخيل ياخد الدواء بعد كم يوم رقبته تلتوح، هلقيت إيش تقنعه بعد هيك تكتب له دواء تاني ويرضى ياخده؟ مش حيرضى ياخده يا إخواننا. إيه ليش ياخد دواء بلوح رقبته لوح؟ فالمشكلة إذا صارت، يعني مثلا إذا صارت عنده السايد إفكت مش حيرضى ياخد الدواء. تمام. فعشان كده صنعنا السكند جينيريشن. السكند جينيريشن ليس سايد إفكت. طيب السكند جينيريشن يا اخواننا في انا عندي الاولانزابين والكلوزابين والكويتيابين والريسبريدون والباريبريدون والزبرازيدون والاريبيبرازول، وحنشوف واحد ورا الثاني ان شاء الله عز وجل. الان هلقيتي يا اخواننا في انا عندي هيدروكسي تريبتامين 2A، طبعا 5 هيدروكسي تريبتامين 2A و5 هيدروكسي تريبتامين 1A. تمام. الآن الواحد A هذه بتعمل انهيبيشن
آسف تعمل استيميوليشن. طلع هان، أنا كتبهم الدكتور أفضل. الواحد إيه بتعمل استيميوليشن. أعيد، في أنا عندي إخواننا السيروتونين ريسبتور. أعيد معلش، التيبيكال أنتي سايكوتيك كان يشتغل الشغل الأساسي على الدوبامين، لكن الأتيبيكال أنتي سايكوتيك حتصير تشتغل على السيروتونين. في أنا عندي السيروتونين عدة ريسبتور، 1 و2 و3 و4 و5 و6. في أنا عندي مثلا 1A و1B و1C، 2A 2B، تمام. الآن السيروتونين 1A بيزود من إفراز الدوبامين، السيروتونين 2A بيقلل من إفراز الدوبامين، بيقلل من إفراز الدوبامين. فأنت لما بدك تعمل بلوك للسيروتونين 2A إذن حيزيد إفراز الدوبامين. طب ما هو أنا المشكلة كانت عندي في البوزيتيف سيمتوم زيادة في إفراز الدوبامين، فتروح تزود من إفراز. ركز يا أخوانا ركز. أنا عندي الميزوكورتيك والميزوليمبيك، الميزوكورتيك والميزوليمبيك. الميزوكورتيك مسؤول عن النيجاتيف والكوجنيتيف سيمتوم، لما يكون الدوبامين قليل بيصير أنا عندي كوجنيتيف ونيجاتيف سيمتوم. الميزوليمبيك لما يكون الدوبامين عالي بيصير أنا عندي البوزيتيف سيمتوم. السيروتونين ريسبتور مليان، السيروتونين ريسبتور تايب 2A مليان في الميزو كورتيك. أعيد، خلينا نركز. معلش يا أخوانا معلش، هلقيتي؟ هنا أنا عندي ميزو ليمبيك، وهنا أنا عندي ميزو كورتيك. اتخيل هنا أنا عندي هيدروكسي تريبتامين 2A كتير، 5 هيدروكسي تريبتامين 2A كتير، وهنا الخمسة هيدروكسي تريبتامين 2A عدده قليل، وهنا العدد كتير، تمام؟ طيب أدوية الأتيبيكال أنتي سايكوتيك بتعمل بلوك للدوبامين، أوكي. فلما تعمل بلوك للدوبامين في الميزوكورتيك، في الميزوكورتيك بتعمل ديتيريوريشن للنيجاتيف سيمتوم، خلوها على جهة. لكن لما تعمل بلوك للدوبامين في الميزوليمبيك بتحسن البوزيتيف سيمتوم، بتحسن البوزيتيف سيمتوم، اوكي. طيب اذا هذا الدواء بتعمل بلوك للدوبامين في الميزوليمبيك فبتحسن البوزيتيف سيمتوم، تمام. طيب لكن في الميزوكورتيك هي طلع علي هذا الدواء بتشتغل انه تعمل بلوك للميزو للدوبامين وللسيروتونين 2A. لما تعمل بلوك للسيروتونين 2A اذا السيروتونين راح يزود من الدوبامين. اذا لما تيجي تعمل بلوك هانا، اذا احنا قلنا السيروتونين 2A كان وظيفته يقلل من افراز الدوبامين، فانت لما تعمل له بلوك اذا في الميزوكورتيك راح يزيد الدوبامين، راح يزيد الدوبامين، راح يزيد الدوبامين. فاهمين علي كيف؟ فلما يزيد الدوبامين في الميزوكورتيك اذا انت بتحسن النيجاتيف سيمتوم، صحيح. لما يزيد الدوبامين في الميزوكورتيك اذا انت بتحسن النيجاتيف سيمتوم، تمام. لكن طيب واحد قال لي طب ما هو انت حتعمل بلوك للسيروتونين في الميزوليمبيك يعني راح يزود الدوبامين. بقول له بس الريسبتورات تبعت الدوبامين في الميزوليمبيك
اكثر بكثير من الريسبتورات تبعت السيروتونين. هلقيت الدواء لما بده يعمل بلوك بيعمل بلوك للدوبامين وبلوك للسيروتونين. في الميزوليمبيك بيعمل بلوك للدوبامين بشكل كبير لانه الريسبتورات موجوده بشكل كبير. وبالتالي لما يعمل بلوك لريسبتورات السيروتونين قديش راح ترفع الدوبامين؟ مش راح ترفعه كتير. لكن في الميزوكورتيك العكس، ريسبتورات الدوبامين قليلة لكن ريسبتورات السيروتونين عالية، فبيعمل بلوك لريسبتورات السيروتونين بشكل كبير جدا جدا، مما يؤدي إلى طبعا وبيعمل بلوك لريسبتورات الدوبامين، بس عشان ريسبتورات الدوبامين قليلة وريسبتورات السيروتونين عالية فاليد العليا بتكون بلوك لريسبتورات السيروتونين. فلما تعمل بلوك لريسبتور السيروتونين الاثنين ايه راح يزود من افراز الدوبامين، فالدوبامين بيزيد افرازه في الميزوكورتيك فبيحسن من النيجاتيف والكوجنيتيف سيمتوم، والدوبامين راح يقل في الميزوليمبيك فبيحسن من البوزيتيف سيمتوم تمام. طيب لو انت تلاحظ الاتيبيكال انتي سايكوتيك بلوك للاثنين ايه، هنا برضو في انا عندي برضو بلوك للسيروتونين ريسبتور. تمام طيب الان وهنا الاصل برضو في الكويتيابين يعمل لي برضو بلوك ل 2A برضو. طيب هلقيت يا اخوانا بدي اقول لكم شغلة، انا قلت لكم في الميزو ليمبيك الدوبامين بيكون عالي وفي الميزو كورتيك الدوبامين بيكون قليل. طيب في حاجة بنسميها بارشال اغونست، البارشال اغونست في وجود الاغونست بيكون as antagonism، أما البارشال أغونست في وجود الأنتاغونيزم بيكون as agonist. كيف يعني؟ هلقيتي البارشال أغونست هذا بيشتغل as antagonism في المكان اللي الدوبامين بيكون عالي جدا فيه، وبيشتغل as agonist في المكان الدوبامين بيكون فيه قليل، فهو بيكون agonist. وبالتالي في الميزوليمبيك الدوبامين بيكون عالي جدا فهذا الدواء بيكون as antagonism، في الميزوكورتيك الدوبامين بيكون واطي جدا فهذا الدواء بيكون as agonist. ففي الميزوكورتيك بيكون agonist فبيحسن النيجاتيف والكوجنيتيف سيمتوم، لكن في الميزوليمبيك بيكون as antagonism فبيحسن البوزيتيف سيمتوم. هذا هو البارشال agonist، الدواء الوحيد من الاتيبيكال انتيسايكوتيك اللي هو البارشال agonist اللي هو الاري بيبرازول. فالاري بيبرازول بارشال agonist للدوبامين بارشال. طبعا يا اخوانا انا لما بقول الدوبامين ريسبتور، الدوبامين انواع كتير، في انا عندي دوبامين واحد ودوبامين اثنين ودوبامين ثلاثة ودوبامين اربعة. لما بقول دوبامين ريسبتور بقصد دوبامين تايب 2، بقصد دوبامين تايب 2 تمام. طيب اذا الدواء الوحيد البارشال اغونست للدوبامين تايب 2 اللي هو مين؟ الاي بيبرازول. تمام طيب الآن هدول الأدوية يا أخواننا لما بيعملوا بلوك للهستامين تايب واحد فبيزودوا من شهية المريض، فبيصير عنده يأكل كتير، يأكل بشكل كبير فبيصير عندهم ويت
جين، خاصة الكلوزابين، الأولانزابين والكويتيابين. هدول بيعملوا ويت جين بشكل كبير جدا جدا جدا. ويت جين عارفين في أول 3 شهور ممكن يعمل ويت جين 18 كيلو. تخيل تخيل. طبعا بعد كده الويت جين بيقل، بس انت لما تقول لي في أول 3 شهور وزن المريض بيزيد 18 كيلو، الدواء الوحيد اللي ما بيعمل ويت جين الزبرازيدون. الزبرازيدون هو الدواء الوحيد اللي ما بيعمل ويت جين. تمام. طيب الآن كانت مشكلة الاتيبيكال، آسف، كانت مشكلة التيبيكال هو الاكسترا بيراميدال سايد افكت، لأنك كنت تعمل بلوك للدوبامين تايب 2 في النايجرو استرياتال باثوي. تمام. طيب لكن مشكلة الاتيبيكال لأنها بتشتغل على السيروتونين وبتشتغل على الهستامين، فمشكلة الاتيبيكال الويت جين، لأنه برضو غير إنه الهستامين بلوك بيعمل ويت جين، برضو السيروتونين بلوك بيعمل ويت جين. فمشكلة الاتيبيكال في قضية الويت، في قضية الويت جين. تمام. طيب ويت جين أو بالأحرى منقول عنها ميتابوليك سيندروم. ايش هي الميتابوليك سيندروم؟ انه بيصير عنده هايبر تراي جليسيريميا، زياده في الليبيد، زياده في الكوليسترول، زياده في اللو دنسيتي لايبوبروتين، زياده في الجلوكوز، هايبر جلايسيميا وانسولين ريزيستنت، يعني ممكن يصير عنده ديابيتك مالييتس. ديابيتك مالييتس بزود الريسك للديابيتك مالييتس. الزبرازيدون هو الدواء الوحيد اللي ما بيعمل ويت جين، لكن برضو بيعمل بلوك للري ابتيك، وبالتالي ممكن استخدمه از ايضا انتي ديبريسنت. يعني مريض عنده ديبريشن وتشيزوفرينيا ممكن تستخدم الزبرازيدون، او بديش اقول تشيزوفرينيا، مش انا تو قلت لكم ديليوجن بنشوفها في السيفير ديبريشن، يعني سيفير ديبريشن وذ انتي سايكوتيك سيندروم وذ سايكوتيك سيندروم او سايكوتيك فيتشر، فممكن تستخدم يا اخواننا الزبرازيدون، لانه الزبرازيدون بيعمل انهيبيشن للري ابتيك تبع النور ابينفرين وتبع السيروتونين. في ادويه يا اخواننا في الانتي ديبريسنت زي الدولوكزيتين، الفينلافاكسين، الديزفينلافاكسين، الميلناسبران، هدول الادويه بنسميهم سيروتونين نور ابينفرين ري ابتيك انهيبيتور، يعني بيعملوا انهيبيشن للري ابتيك تبع النور ابينفرين وتبع السيروتونين. برضو الزبرازيدون بيعمل انهيبيشن للري ابتيك تبع النور ابينفرين تبع السيروتونين. ما علي في هذا كله، ما علي في هذا كله. طيب إذن من السايد افكت تبعت السكند جينيريشن، طبعا بس معلش، الكلوزابين 1% ممكن تعمل اجرانيولوسايتوسيس. ففي اول 4 شهور لاول، يعني اول 4 لـ5 شهور لازم كل اسبوع تفحص الوايت بلاد سيل لو انت بدك تعطي الكلوزابين، لانه ممكن تعمل سيفير النيوتروبينيا، فيكون عند المريض سيفير انفكشن تؤدي الى سيبسيس تؤدي الى ديث.
بعد 5 شهور بصير كل شهر لازم تفحص المريض مرة على الوايت بلاد سيل كاونت الكلوزابين. هلقيت احنا قلنا كل أدوية الأنتي سايكوتيك إلها نفس الإفكتيفنس، كل يعني الكلوزابين والأولانزابين والريسبيريدون كلها يا أخوانا إلها نفس الإفكتيفنس as أنتي سايكوتيك ايجنت، لكن أقوى واحد الكلوزابين. يعني هدول كلهم إلهم نفس الإفكتيفنس لكن الكلوزابين أقوى واحد، أما الباقي إلهم نفس الإفكتيفنس. لكن مش معنى إلهم نفس الإفكتيفنس، يعني مثلا ممكن مريض بتحسن بالأولانزابين، مريض تاني ما قدرش يتحسن من الأولانزابين بتحسن من الأريبيبرازول، مريض تالت بتحسن من الزبرازيدون، تمام. لكن قولا واحدا أقوى واحد الكلوزابين، كل المرضى ممكن بتحسنوا من الكلوزابين. بل إنه أعيد، أنا قلت لكم كل أدوية الأتيبيكال أنتي سايكوتيك إلها نفس التأثير، نفس القوة، نفس القوة، ما عدا الكلوزابين إلو أقوى منهم، أقوى منهم كلهم. تمام؟ ما عدا الكلوزابين أقوى منهم كلهم. هل جيتي؟ أنا لما بعطي أدوية أنتي سايكوتيك بعطي الدواء لمدة 8 شهور، من 8 إلى 6 شهور لو ما لقيتش أي تحسن للمريض بغير الدواء لـ 6 لـ 8 شهور، لو ما لقيتش أي تحسن إذا هانا ريزيستنت، المريض ريزيستنت للأنتي سايكوتيك ايجن، فبلتجئ للدواء الفعال الكلوزابين، بلتجئ للدواء الفعال اللي هو الكلوزابين. 70% من اللي عندهم ريزيستنت للأنتي سايكوتيك ايجنت مع الكلوزابين بتحسنوا، مع الكلوزابين 70% من اللي عندهم ريزيستنت. بس يا اخوانا انا الكلوزابين بخليه الخيار الاخير نتيجة انه بيعمل اجرانيولوسايتوسيس بنسبة 1% من الاشخاص. قضية الاجرانيولوسايتوسيس very serious very bad الكلوزابين، تمام. يعني بخليه للمرضى اللي عندهم ريزيستنت من الانتي سايكوتيك تريتمنت، تمام. هلقيتي الكلوزابين بيعمل بلوك للدي 4 وليس للدي 2، وبالتالي الكلوزابين مش راح يعمل تاردف ديسكاينيجيا لانه بيعمل بلوك للدي 4 وليس للدي 2 ريسبتور، تمام. من السايد افكت للانتي سايكوتيك سكند جينيريشن الويت جين زي الكلوزابين والاولانزابين والكويتيابين، مشهورين هدول الثلاثه. ايضا ميتابوليك سيندروم زي ديسليبيديميا، زياده الكوليسترول التراي سايكليك انتي ديبريسنت وبالتالي يؤدي الى زياده الريسك للكارديو فاسكولار ديزيز، ايضا هايبر تراي جليسيريميا، هايبر غلايسيميا، انسولين ريزيستنت، زياده الريسك للديابيتيك ملييتس. بدي اقول لكم شغله، الزبرازيدون بيعمل لي كيو تي انترفال برولونجيشن في الكيو تي انترفال، يعني لو واحد عنده أريثمية تعطوهش زبرازيدون لأنه ممكن يعمل برولونجيشن للكيو تي انترفال، مع إنه البرولونجيشن للكيو تي انترفال في الزبرازيدون نادرة الحدوث، لكن خلص هو بيعمل برولونجيشن للكيو تي انترفال. عارفين إيش يعني برولونجيشن للكيو تي؟ ممكن تؤدي إلى تورساد دي بوينت، ما علينا كتير. ممكن يعملوا بلوك للألفا ريسبتور وبالتالي بيصير عندهم أورثوستاتيك هايبوتنشن، تمام. هدول الأدوية بيزودوا المورتاليتي في كبار السن، خاصة اللي عندهم ديمينشيا. كبار السن اللي عندهم ديمينشيا بيكون عندهم مشاكل، يعني بيكون عندهم مثلا ستروك او ترانزيانت اسكيميك اتاك او الشغلات هذه،
فصارت عندهم ديمنشا وهم كبار السن. هدول الأدوية بتزود المورتاليتي لأنهم بيزودوا من الليبيد في البلاد وبيزودوا من الجلوكوز وبيعملوا إنسولين ريزيستنت. فهدول الثلاث شغلات عرضة للستروك، والستروك عرضة للديث خاصة في كبار السن. فهدول الأدوية عرضة للديث خاصة في كبار السن. هدول بيعملوا اتش بلوكر فبيعملوا سيديشن. لو انتو شايفين هنا، بس هنا مش حاطينها، خلص بيعملوا سيديشن خاصة الكلو والأولا والكويتيابين. بيزودوا الريسك للمورتاليتي والستروك خاصة في الأولد إيج، خاصة اللي عندهم ديمينشيا. طلع علي الكلوزابين بيعمل لي دراي ماوث وكونستيبيشن و اجرانيولوسايتوسيس. طلع هان مع انه في الكلوزابين في محاضرة الدكتور هاني اللي انا مقتنع فيها بتعمل زيادة في الصلايفيشن. الكلوزابين بتعمل ماسكارينيك بلوكر، والماسكارينيك بلوكر الاصل يصير انا عندي دراي ماوث، لكن عند هدول الاشخاص بيكون عندهم زياده في السلايفيشن. طب واحد كيف عنده ماسكارينيك بلوكر وعنده زياده في السلايفيشن؟ الاصل الماسكارينيك بلوكر دراي في السلايفيشن، فبيصير عندهم الويت بيلو سيندروم. الويت بيلو سيندروم انه بيلاقي الريال تبعته او السلايفيشن على المخدة، على المخدة. اعيد يا اخوانا، اعيد هنا مكتوب الكلوزابين بيعمل دراي ماوث، انا اشطبوها. بيعمل كونستيبيشن لانه بيعمل ام بلوك، فممكن يعمل كونستيبيشن، ممكن يعمل بلارد فيجن كذا مش عارف شو. تمام تمام، لكن بيعمل يا اخواننا الويت بيلو سيندروم نتيجة بلوك للسيريتونين وليس بلوك للماسكارينيك ريسبتور. برضو يا اخواننا الكلوزابين ممكن يعمل سيجر، ممكن يعمل سيجر لأنه بيعمل بلوك للدي أربعة. ما علينا كتير. طيب من أشهر الشغلات اللي بتميز الريسبريدون إنه بيعمل بلوك للألفا واحد، فبيعمل أورثوستاتيك هايبوتينشن. من أشهر الشغلات اللي بتميز الريسبريدون. تمام. ممكن يصير عندهم هدول الأشخاص حاجة بنسميها نيوروليبتيك مالجنانت سيندروم. هي رير حقيقة، لكن ممكن يصير عندهم. إيش يعني نيوروليبتيك مالجنانت سيندروم؟ هو بيكون عندهم أوتونوميك إنستابيليتي، يعني خلل في الأوتو نوم، في الأوتو في الـ في الـ في الأوتونوميك، يعني زي الهارت ريت والريسبيراتوري ريت والبلد بريشر. بيكون عندهم مثلا هايبرتنشن، تاكي كارديا، تاكي بينيا. تمام. بيكون عندهم مصل سيفير، مصل ريجيديتي، هاي جريد فيفر. اذا النيوروليبتيك مالجنانت سيندروم. هدول الاشخاص طبعا يا اخواننا السكند جينيريشن برضو بتعمل ديكريز الليبيدو، اريكتايل ديسفانكشن، ديفيكالت في الاتشيفينج الاورجازم. يعني في السكشوال انتركورس بتلاقي المريض ما بيصيرش عنده اورجازم، يعني ما بيصيرش بليجر، ما بنبسطش، ما بشعرش في السعاده في السكشوال انتركورس. تمام. الانديكيشن تبعت السكند جينيريشن انتي سايكوتيك
مثلا زي ما قلنا يا اخواننا في علاج يعني هي الفيرست جينيريشن افكتد البوزيتيف سيمتوم، لكن السكند جينيريشن افكتد البوزيتيف والنيجاتيف والكوجنيتيف سيمتوم. ممكن في الاكيوت ابيسود تبعت المينيا في الباي بولر ديسوردر استخدم الاولانزابين والريسبريدون اذا كان عنده مينيا، لكن في الاكيوت ابيسود تبعت الباي بولر ديسوردر في الديبريشن الكويتيابين واللورا زيدون. يعني في الاكيوت ابيسود تبعت الباي بولر لو كانت مينيا اولانزابين، لو كانت ديبريشن كويتيابين او لورا زيدون او الزبرا زيدون برضو الزبرا زيدون. تمام. ممكن اعالج فيهم يعني لو مريض عنده باركنسون وسايكوسيز بفضل اعطيله الكلوزابين. ممكن يا اخواننا هدول الادويه اوف ليبلد يوز لعلاج الاو سي دي الاوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر جينيرالايزد انكزايتي سوشيال انكزايتي وبوست استروماتيك ستريس سيندروم. تمام، ما علينا كتير، احنا بس خلينا نركز على الشغلات اللي تو قلناهم. يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ناخذ المانجمنت من سلايدات الدكتور عبد الله الجمل. في بداية لما يجيني المريض عنده تشيزوفرينيا بدي أعرف هل أعمل له أدميشن أو ما أعمل له أدميشن. بدك تدخله في المستشفى إذا كان المريض خطر على الآخرين، يعني كان مثلا أجيتيشن أو كان يا أخوانا عنده إنفيدلتلي ديليوجن شكاك بزوجته وممكن يقتلها، وشكاك كتير في زوجته انه هي خاينة مثلا فممكن يقتلها ممكن يقتل اولاده، فهنا بدك تعمل له ادميشن عبال ما الاعراض هذه تخف. او يا اخوانا يكون هو مؤذي لنفسه، مثلا عنده سيفير نيجاتيف سيمتوم مش راضي ياكل مش راضي يهتم بنظافته، فهذا يا اخوانا برضو لايف تريتينج على المريض نفسه، مش راضي ياكل مثلا. قبل ما بدك تبلش تعطي ادوية للمريض بدك تعرف ممكن الأعراض هذه ممكن يكون سببها أورجانيك، يعني مثلا بدك تعمل برين MRI لأنه يا أخوانا ممكن البرين تيومور ممكن يعمل لي هالوسينيشن، ممكن يعمل لي فيجوال هالوسينيشن البرين تيومور. ممكن يا أخوانا الهايبوثيروديزم يعمل لي ديبريشن والهايبرثيروديزم يعمل لي انكزايتي، فيا اخوانا ممكن ديستربنس في الثيرويد هرمون يعمل لي برضو اعراض للتشيزوفرينيا. يا اخوانا ممكن الانيميا تعمل لي اعراض الديبريشن او اعراض النيجاتيف سيمتوم. فلازم يا اخوانا تفحص المريض بشكل عام كاول مره اجاك، اول مره انت تشوف المريض لازم تفحص له التي اس اتش برين ام ار اي الريد بلاد سيل. تمام، وبرضه لما انت بدك تعطي له ادويه لازم تفحص الوايت بلاد سيل، ما هو لو بدك تعطي له كلوزابين اللي بيعمل جرانيولوسايتوسيس فلازم تفحص وايت بلاد سيل، لازم تفحص الليفر فانكشن والرينال فانكشن عشان يا اخواننا
ليفر فانكشن تيست، كيدني فانكشن تيست، عشان يا اخوانا هم اللي بيعملوا اكسكريشن، يعني الليفر بيعمل ميتابولايز للدراج والرينا اللي بتعمل اكسكريشن. فلو واحد عنده مثلا رينال فيلر او ليفر فيلر، اكيد يا اخوانا راح تحطه في عين الاعتبار الجرعه. بدك تفحص الكوليسترول والتراي اس الجليسرول، لانه السكند جينيريشن او الاتيبيكال انتي سايكوتيك بتعمل ميتابولايد سيندروم، فممكن تعمل برضو هايبر تراي جليسرينيا. فبدك تاخذ بعين الاعتبار تفحص السكر عند المريض. اذا تمام، انت ممكن تعمل ادميشن للمريض اذا المريض مش مدرك لخطورة المرض اللي عنده ومش راضي ياخذ الادوية. تمام، يعني ممكن تعمل له ادميشن عبال بس ما تخف الاعراض عند المريض. رجيت يا اخوانا في التريتمنت زمان 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 كانوا يستخدموا السايكوثيرابي، لكن السايكوثيرابي في مرضى التشيزوفرينيا بدها سنوات عشان تبين الفعالية، وبتكون فعاليتها قليلة جدا مقارنة في الفارماكوثيرابي. والسايكوثيرابي مش كل المرضى بيصير عندهم ايش امبروفمنت، وبدها سنوات كتير. عشان كده المين ثيرابي الفارماكوثيرابي. ممكن نستخدم كمان السايكوثيرابي، بنستخدم، لكن المين ثيرابي الفارماكوثيرابي، وبنستخدم كمساعد كأدجوفانت السايكوثيرابي، لكن المين الفارماكو ثيرابي هي المين ثيرابي، وهي الأقوى وهي الأسرع في الامبروفمنت للسيمتوم، والأقوى والأحسن، وهي اللي بترجع المريض للنورمال فانكشن ليفل. قلنا لكم في أنا عندي الكونفينشيال أو التيبيكال أو الفيرست جينيريشن أنتي سايكوتيك، إنه بتعمل بلوك للدوبامين ريسبتور دي 2 ريسبتور، لكن إلها العديد من السايد إفكت. لاحظ التيبيكال انتي سايكوتيك لما بترتبط في الريسبتور، طلع حانا هذا الريسبتور تبعت الدوبامين وهذا الدواء، لما بترتبط بشكل قوي جدا 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 على الريسبتور، فبتعمل استيميوليشن بشكل قوي وما بترضى تفك من الريسبتور دغري. تمام، برضو يا اخوانا بترتبط على الام واحد ريسبتور، فبتعمل لي دراي ماوس، دراوسنس، بليرد فيجن، كونستيبيشن. بترتبط على الاتش واحد ريسبتور، فبتعمل لها بلوكر، فبيصير دراوسنس، سيديشن، ويت جين. بترتبط على الالفا واحد وبتعمل لها بلوكر، فبيصير انا عندي اورثوستاتيك هايبوتينشن. انتوا عارفين يا اخوانا المرضى ما بيحبوا ياخدوا الادوية، واصلا هم مش مقتنعين ان هم مرضى. فعشان كده الادوية هذه في منها يا اخوانا انجيكشن، والانجيكشن اما كل اسبوعين ابرة او كل شهر حسب نوع الدواء. حسب يعني مثلا الهالوبيريدول في انا عندي انجيكشن ابرة كل شهر، نيجي على الاتيبيكال انتي سايكوتيك. الاتيبيكال انتي سايكوتيك بتعمل بلوك للدي 2 ريسبتور وللهستامي وللسيروتونين ريسبتور 2A يا اخواننا ايه، او ممكن تعمل يا اخواننا بارشل اغونست للدي 2 ريسبتور. مين البارشل اغونست بالضبط؟ زي ما قلتوا انتوا يا اخواننا طيب الحين في حاجه بنسميها رابد ديسوسيشن ثيرابي في الاتيبيكال انتي سايكوتيك. طلع عليه لما السكند جينيريشن انتي سايكوتيك يرتبط في الريسبتور تبع الدي 2 ويعمل له بلوك، ما بيعمل له بلوك بشكل قوي، وما ودغري بيصير رابد ديسوسيشن، ما بيمسك في الريسبتور بشكل عنيف. انا قلت لكم في التيبيكال انتي سايكوتيك لما
في التيبيكال، في التيبيكال لما الدواء كان يمسك في الدي 2 ويعمل لها بلوك، بيعمل لها بلوك بشكل عنيف وبضله ماسك في الريسبتور، فبضله اكتف، فبضله الريسبتور عامل بلوك لانه الدواء ماسك في الريسبتور والدواء اكتف اللي بيعمل بلوك للريسبتور، فالريسبتور بضله بلوك لفتره زمنيه طويله. لكن في الاتيبيكال انتي سايكوتيك في انا عندي نظريه رابط ديسوسيشن كيرف ثيوري، انه الاتيبيكال انتي سايكوتيك بترتبط في الدي 2 بتعمل الاكشن انه تعمل بلوك للدي 2 بس لفتره زمنيه قصيره ودغري بتنفصل عن الريسبتور، ما بتضلها مرتبطه بالريسبتور. رابط ديسوسيشن ثيوري. والبارشل أغونست عرفناها. الريسبريدون يا أخواننا، الريسبريدون في اللو دوز بيشتغل آز أتيبيكال، لكن في الهاي دوز ممكن يشتغل آز تيبيكال لأنه بيعمل بلوك للدي 2 في الهاي دوز. طيب الزبرازيدون ما بيعمل ويت جين، ما بيشتغل على الهستامين. السولبرايد انا بحبه. ليش اخوانا؟ اجت حالة على المستشفى بتاخد ادوية نون ادهيرنت، لا حالة ديبريشن. اجى مريض ديبريشن بياخد انتي ديبريسنت ايجنت، بس بطل ياخد، صار نون ادهيرنت. طب سالناه انت ليش بطلت تاخد الادويه؟ قال ماي وايف مش راضيه، فعشان كده بطل ياخد ادويه الانتي ديبريسنت. الدكتور زعق هيز وايف، قال لها انت ليش ما بدك زوجك ياخد الادويه؟ قالت له لانه بينام كتير، بيصير كسلان، بيصير كذا. لكن لما راحوا هم الاثنين، طبعا قال لهم الدكتور روح اطلعوا برا بتتناقشوا اذا بدكوا اكتب ادويه او ما بدكوا اكتب ادويه، اتناقشوا بهدوء وتعالوا لي وكذا. يعني فهمهم وفهم الزوجه انه لازم ياخد الادويه وكذا وكذا يعني. بس بعد ما طلعوا قلت للدكتور يا دكتور ممكن يكون المشكلة في السيكشوال ديسفانكشن. بعد ما اجوا ثاني طبعا الدكتور قال لي صح كلامك، هذا السؤال جوهر لازم ينسأل وكذا ومش عارف شو. فيا اخواننا وفعلا يعني صارت كل الاتهامات تلتجئ لشغلتين، انه هو بيصير كسلان كتير وبضله نايم من وراء الادوية وبيصير عنده سيكشوال ديسفانكشن، سيكشوال ديسوردر. تمام. فالمقصد انه لما انا بقول لك مثلا دواء من ادويه الانتي سايكوتيك او الانتي ديبريسنت او اي دواء ما بيعمل سيكشوال ديسفانكشن، هذا يا اخواننا تمسك فيه. تمام. لانه حيجي لك مرضى على العياده ما صاروا نون ادهيرنت، ما بطلوا ياخذوا الادويه نتيجه السكشوال، نتيجه الامبوتنس مثلا، نتيجه انه بطل يصير عنده اورجازم. تمام. الامي سولبرايد ما بيشتغل على الانفانديبولوم بات واي. تمام. فما بيعمل بلوك للدوبامين ريسبتور في الانفانديبولوم بات واي، فالدوبامين بيضل مرتفع لأنه ما في أنا عندي بلوك. فلما الدوبامين يضل مرتفع في ال، بس أنا قلت لكم معلش يا أخوانا، أنا قلت لكم الأدوية هذه كيف تشتغل؟ بتشتغل إنه تعمل بلوك للاثنين ايه، ريسبتور هيستامين ريسبتور 2 ايه. فلما تعمل له بلوك للهيستامين ريسبتور
مش للهستامين، للسيروتونين. فلما يعمل بلوك للسيروتونين راح يزود من الدوبامين. فلما يزود في الدوبامين في الانفانديبولام راح يعمل انهيبيشن للبرولاكتين، وبالتالي راح يقلل السيكشوال ديسفانكشن. اعيد، لما الدواء يعمل بلوك للسيروتونين 2A راح يزود من الدوبامين. طب لما انا بقول لك الامي سوليبرايد ما بيشتغل على الانفانديبولام باثوي، وبالتالي ما بيعمل بلوك للسيروتونين في الانفانديبولار باثوي، وبالتالي راح يسيء، راح يرتفع، راح يقل، راح مش راح يرتفع عندي الدوبامين، وبالتالي الدوبامين راح يقل، وبالتالي البرولاكتين راح يزيد. فلما يزيد البرولاكتين بيصير عنده سيكشوال سايد افكت. تمام. طيب، إذن الآمي سوليبرايد بيزود البرولاكتين، والريسبريدون برضو بيزود البرولاكتين. طيب هلقيت يا إخوانا الزبرازيدون ما بيعمل ويت جين. طيب اللي بيعمل ويت جين، أشهر ثلاث أدوية بتعمل ويت جين، طول علي كل أدوية الأنتي سايكوتيك الأتيبيكال أنتي سايكوتيك بتعمل ويت جين ما عدا الزبرازيدون. لكن أشهر دوايين بيعملوا ويت جين الكلوزابين والأولانزابين، يليهم الكويتيابين والريسبريدون. أشهر دوايين الكلو والأولا، الأولانز والكلوزابين، يليهم الريسبريدون والكويتيابين بيعملوا ويت، بيعملوا ويت جين. وأشهر دوايين بيعملوا سيكشوال ديسفانكشن الآمي سوليبرايد والريسبريدون، الآمي سوليبرايد والريسبريدون. تمام. طيب الأدوية اللي ما بتشتغل على الدي 2 ريسبتور، الدي 2 اللي ما بتشتغل على الدي 2 ريسبتور ما بتعمل اكسترا بيراميدال سايد افكت زي الكلوزابين والكويتيابين، وممكن تضيف معاهم الأولانزابين. مش انا قلت لكم هدول الثلاث ادويه ما بيعملوا ويت جين، بيعملوا ويت جين هدول الثلاث ادويه، وما بيزودوا البرولاكتين، وبالتالي فيش شيء سيكشوال ديسفانكشن، وبرضه ما بيعملوا اكسترا بيراميدال سايد افكت. تمام. يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس قبل ما أختم يا إخواننا، الكلوزابين ممكن تعمل سيجر، خاصة إذا كانت الجرعة عدت 450 ميلي جرام، عدت 450 يعني صارت الجرعة 500 ميلي جرام مثلا، فبيكون مور ريسكي انه يصير عند المريض سيجر. يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.